سؤال ثاني، هل الفيضانات والعواصف التي تأتي لبلدنا عقوبة؟ الله أعلم. يعني الفيضان، يعني هذه فيضانات جدة، العواصف التي جاءت لعمان، العواصف، الأمور أخرى الكونية، مو الحروب والقتال. الناس الآن ليس عندهم شك إن ما أصاب سوريا وما أصاب ليبيا وما أصاب مصر هذا عقوبة، لأنهم تأخروا في إزالة الظلم. أنا أفترض، طبعا أفترض أن الناس ليس عندهم شك في ذلك، تأخروا في إزالة الظلم الذي خيم عليهم عشرات السنين، فجاتهم هذه العقوبة. صح أنه ستفرج إن شاء الله وقريبا ستفرج، لكن كان عليهم دفع هذا الثمن في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن كذلك. الفساد والظلم والطغيان والاستبداد الذي خيم عليهم هذه الظلم، بالذات الظلم الذي خيم كل هذه المدة، والنفاق والعادات القبيحة، كان لابد أن تغسل بهذا الثمن الكبير، هذه العقوبة. إنما الناس هذه لا أعتقد يشكك في أنها عقوبة ربانية، والعقوبة أنواع وأشكال، وكما قال القرآن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل فيضان جدة الذي تكرر، هل العواصف العاتية والغبار العنيف الذي يأتينا، هل هذه عقوبة؟ قد تكون عقوبة بسيطة وقد تكون نذير. يعني أنا ما أعتقد الظلم الذي نتعرض له والذل الذي عند الشعب والسكوت عن الظلم، يعني القضية ليست الظلم بذاته، القضية العجز عن رفع الظلم. إذا لم تكن عندك آلية لا شعبية ولا نظامية لرفع الظلم ولا إزالة الفساد ولا القضاء على المنكر، هنا يأتي العذاب. القضية ليست قضية الظلم نفسه، الظلم إذا حصل الظلم ثم رفعته خلاص نجوت من العذاب، لن يحق عليك العذاب. لكن إذا كان الظلم موجود وعجزت عند رفعه، كما هو الآن، كما هو الحال الآن، كم عدد المعتقلين، كم عدد المأكول حقوقهم، كم عدد المعتدى عليهم، ظلم الناس في دينهم، في أموالهم، في أعراضهم، في كرامتهم إلى آخره، ما لم يرفع هذا الظلم. فلا أعتقد أنه والله مجرد فيضان على جدة هذا وعقوبة، لا، ربما أنا لا، يعني لا أتشائم، لكن أقول إن لم يرفع هذا الظلم فهذا ليس إلا نذير، هذا ليس إلا تنبيه، انتبهوا. يعني يجيك غبار كأنها رسالة ربانية، إن لم تفعلوا شيئا لهذا الظلم فسيأتيكم عقوبة أشد من هذا بكثير. بل حتى حينما يطلعنا الله سبحانه وتعالى على ما يجري في مصر وفي سوريا وفي ليبيا، كأنه كذلك أخبرنا، طيب لماذا لا تستعدون، لماذا لا تزيلوا الظلم، لماذا لا تعالجوا هذا الوضع القبيح الذي أنتم فيه؟ فيكون كأنه نذير. فإذا مرت الأيام والشهور والسنين والناس لم تستعد، لا مناص لنا من العقوبة والعياذ بالله. مرة أخرى، ليس تشاؤم لكنه دراسة، فهم للسنن. فإذا هذه الفيضانات ليست إلا نذير، هي عقوبة أقل بكثير مما استغفر الله العظيم، يعني من درجة الظلم الذي لم يرفع والفساد الذي لم نتمكن من إزالته. يقول إذا كان الظلم، سؤال، إذا كان الظلم والفساد والبطر انتشر وليس له منكر ولا سعي لإزالته، والظالم الفاسد المفسد المترف متمكن، فهل هذا يعني أن مآل الشعب بلد والشعب إلى العقاب والغضب الرباني؟ فإن كان الجواب نعم، فلماذا نتحرك؟ يقول إذا كان، يعني الناس يسمعونني دائما أقول، يعني إذا لم نتحرك كما قلت قبل قليل، المصير هو عقوبة ربانية حتمية. طيب السؤال هو، إذا كانت هذه العقوبة الربانية الحتمية، يقولك ما قاعد نشوف أحد يتحرك ولا قاعد نشوف الظلم يزال، وأنا عاجز، أنا شخص فرد لا أستطيع أعمل شيء، فلماذا أتحرك؟ يعني ما لن أتمكن من تغيير هذا الواقع، فلماذا أتحرك؟ يعني هذا كلام سيء طبعا لسببين. السبب الأول، أنت تتحرك إما لأن تنقذ نفسك، لأنك ستنجو فعلا، حتى لو لم تنجو الأمة كلها والبلد كلها، أنت ستنجو بشكل أو بآخر، الله أعلم، لأن الله وعد بذلك. أو أنك إذا تحركت، أنت تحرك فلان وفلان وفلان ودب فيكم هذا الشعور بالمسؤولية وانتشر وتنامى هذا الشعور، الله سبحانه وتعالى دفع الخطر عن الأمة كلها، لأنه أزيل الظلم وأزيل الفساد فدفع العذاب عن هذه الأمة.